دايما بنتكلم يا استاذ ابراهيم واستاذ عدلي على فكره المؤسسيه وفكره اهل الاختصاص. ليس معنى انك انت قعدت على الكرسي انك تفهم في كل شيء وتدرك كل شيء وتقدر كل شيء. هات متخصصين يعملوا الجدول بمعايير طبيه وبدنيه ورياضيه وحياديه. ايوه. وطبق، ساعتها ما حدش يقدر يقول لك انت بتعمل ايه. لكن بهذا الشكل انت بتورط فرقك، بتعرض فرقك لمشاكل حقيقيه. وهنا بقى هاخدك لنقطه ثانيه. الفارق ما بين اراده الدوله في انها تدعم الرياضه وتدعم الانديه انها تكبر وتتحول الى كيانات كبيره زي ما حصل في الموافقات اللي الاهلي خدها للاستاد ودعم رئيس الدوله للرياضه، وما بين تاني مؤسسات على مستوى اصغر مش مستوعبه رساله القياده السياسيه انه الرياضه جزء من اسعاد الشعوب، الرياضة جزء من ضبط المزاج العام، ضبط المزاج العام. وبالتالي حاول انك انت تؤهل المناخ انك تساعد على هذا، مش تضيق، مش تخنق، مش تعمل أزمة وفتنة بقرارات ربما لا تكون مدروسة وربما تدعي انها موضوعية او انت فيها موضوع وانا مش مختلف معاك، انما انت ما درستهاش صح. والأخطر من التعمد عدم الفهم. التعمد، لان انا لازم اقف عند الحته دي. حتى الان الكابتن سيد عبد الحفيظ طرح السؤال ومحدش جاوب، هو انا المفترض همشي في الجدول بشكل امين؟ بمعنى علشان ابدا الدور الثاني من الدوري لازم أن اكون خلصت مباريات الدور الاول. انا عندي مباراه مع اسوان في الدور الاولاني، حتى الان اعلن الجدول في الدور الثاني اتسكنت، بس هو انت لما تبدا الدور الثاني طب ما تبدا بما لم ينتهي من الدور الاول. لا، مفيش اسوان قبل بدايه الدور الثاني، رماها لقدام شويه. رقم اتنين المقصه، طب انت فجاه رحت فرض عليا اسافر المحله واسافر الاتحاد قبل ما العب الزمالك، طب بتسفرني سفريتين، وطبعا في المصري اهو كمان، يعني المصري الاتحاد المحله ثلاث سفريات بره القاهره في مده زمنيه بين كل مباراه ومباراه ثلاث ايام. هيبقى بيجبرك زي ما قال كابتن عادلي وحضرتك قبل الفاصل انك تختار هتضحي بايه. خلاص مباراتين هتلعبهم بفريق، انا على الاقل عايزك تمشي بالجدول اللي انت حطيته. ما خلاص بقى يعني هو حط الجدول. لا يعني هو ابراهيم والله بيصير نقطه يعني من ناحيه الموضوع ما فيهاش عند بقى، وعلى فكره ما فيهاش تحدي لاراده ده ترتيب الماتشات. انت عايز تلعب كل ثلاث ايام يا سيدي، حتى لو قلنا اوكي، بس لعبني في سياقي، لان هو المهم كمان ترتيب الماتشات ومكانها. ما تختارليش ماتشات كلها سفر. انا بس يعني مش بس ان انا اروح الاسكندريه وارجع الفجر. عايز اقول لك الحاجه يا صاحبي، انا ما بتكلمش على معارضه اراده الاتحاد. ليه؟ الاتحاد المفترض ان ارادته من اراده الانديه. هو جاي يعبر عنها صح. وبالتالي انا هنا مش معارضه في ايرادات، انا ببحث عن مصلحه عامه. ببحث عن مصلحه دوله، ببحث عن مصلحه نادي وراه ملايين بيشجعوني نفسهم ياخدوا البطوله. ده يقودني بقى تمام المصلحه والبتاع. احنا بنتكلم على الارهاق، طيب، وبتتكلم على المنتخب. دور الارهاق البدني والنفسي وخصوصا النفسي دوره في الاصابات الكثيره التي يتعرض لها النجوم. انا قلت لك من شويه ان ده بيدمر لعيبه، بيدمر لعيبه. انت بعد فتره هتبدا تلاقي في اصابات كثيره جدا لا قدر الله، اتمنى ما تحصلش في لعيبه الاهلي. ليه؟ ما هي موجوده تمام وهتزداد. ليه؟ انت النهارده عندك خط الظهر تقريبا انت مغيره كله. ايوه صح. والاصابات معظمها شد عضلي، عضلي. يعني